السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أن الكل يكون بخير وعلى خير، والشكر الجزيل للناس اللي كيشاهدوا ليا مشاهدة كاملة وصادقة الفيديوهات ديالي، والناس اللي كيتشاهد غير أقل من دقيقة الله يهديهم. نتمنى أنهم يشاهدوا ليا حتى هما. اليوم غادي نفصل معكم جلابة بالسلسلة حتى الأسفل. هاد الفصالة ديروها حتى لهاد جلالب ديال هاد الفصل الشتاء، أي الفصل البارد. أنا هادي عندي جلابة خفيفة، ولكن نفس الطريقة غادي ديروها الجلابة اللي كتكون غليظة للشتاء. هنا لو كان عندي المتراج، أي عندي مزيان، هنا عندي المتراج قليل. لو كان عندي سميتو عدد المتروات او السنتيمات بزاف، غندير هاد الثوب هنا نتنيه هكذا، غتجي ساهله. غنتنيه هكذا الثوب نتنيه هكذا، ونترك 3 سنتيمتر للسلسله، اي ندير الامام وفوق منه الخلف، ونترك هنا 3 سنتيمتر هكذا، 3 سنتيمتر للسلسلة، ونمشي عادي نفصل الامام والخلف في مره واحده. ولكن نتوما الا كان عندكم، لان انا بغيت الاسفل اي جلال لتحت، الجلال لتحت اللي حدا الرجلين، بغيتو يكون عندي 40 سنتيمتر. ولكن انا لا درت هكذا كيف كتشوفوا، لا درت الامام وفوق منه الخلف. ها نتوما شحال غيبقى ليا. هنا عندي 3 سنتيمتر مثلا، ها هي 3 سنتيمتر هنا نخليها، وهنا شحال غيبقى ليا الجلال اللي كنقولوا حنا الجلال، المغاربه كنقولوا الجلال لتحت، غيبقى ليا 35 سنتيمتر. انا بغيت مثلا يبقى ليا 40 سنتيمتر، بقى ليا 40 سنتيمتر. اذا اشنو غندير؟ نتوما اذا كان عندكم الثوب العرض كثير، راه غديروا بحال هكذا، غتشدوا ديروا هكذا كيف وريتكم هنا، تخلوا 3 سنتيمتر هنا، ولكن القياسات ديال السيده غتاخذوها من هنا، اي على الظهر، الخلف الوراء ديال سميتو السيده غتاخذوها من هنا، ما تاخذوش من هنا، لان هذا ديال السلسله غتديروا كان هاد الثوب ما كاينش، وتاخذوا القياسات كلها من هنا، العبارات غتاخذوهم من هنا من هنا من هنا، اي مثلا الا بغيتو تاخذوا الصدر ما تاخذوش من هنا، تاخذوا الصدر مثلا السيده عندها 30 سنتيمتر، تاخذوا مثلا من هنا حتى لهنا، مثلا 30 سنتيمتر تاخذوا من هنا هكذا، تاخذوا هكذا الصفر حتى لهنا 30 سنتيمتر. اما انا بما ان الثوب ما عنديش قاد، العرض ديالو ما قادش، غندير معكم هكذا، غنصوب هذا وغندير داخله في خارجه، داخله في خارجه، اي الراس هنا، الراس هنايا ديال السيده، وهنا الرجلين اي الاسفل ديال الجلابه. انا هاد الجلابه علاش بغيت نفصلها؟ بغيت نفصلها للوالده الله يعطيها صحيحتها، لان لما كتمشي عند الطبيب وكيكون عندها هنا مثلا هاد الشيء ديال تبارك الله ديال العصري، كيكون هاد سميتو مقبوطين هنا، هاد الكميمات كيكونوا مقبوطين هنا، ولما كيبغي يطلع الطبيب مثلا هكا، اولا نطلع ليها انا على حساب دير تعبر الضغط، كتوحل هنا. اذا خصها لابد ما تحيد الجلابه، الجلابه خصها تحيدها. اذا انا قلت علاش اللي ما نفصل لها جلابه، ما غندير لها لا طراس لا حتى حاجه، غندير لها غير السلسله فقط باش تجيها سميتو عاد سميتو ساهله. ولكن هاد فم الكم غادي نوسعو مزيان، ولو ان غندير السلسله غنديرو هكذا واسع مزيان باش تهز ليها حتى الكتف ديالها. هادشي علاش، اذا اللي عندهم والديهم كبار والله يستر كيمشيو على الطبيب، لابد ما يكون الكمام كبار سميتو واسعين. هنا هو هذا القياسات ديالها، عندها في طول عندها مترو و 37 سنتيمتر. انا خديتها من هنا، كتاخذوا من هنا ديروها هكذا مترو، ندير انا 38،
ندير من هنا متر 38 وندير متر 38 باش تجيني قد قد. اذا هنا راه ماركيتها هنايا تما متر 38 حتى الاسفل. هنا غندير هنا غناخذ واحد 3 سنتيمتر كيف قلت لكم على حساب سميتو السلسله. هي هذه 3 سنتيمتر هاي غتجي هنا. حنا نديرو هاد الخط كامل كاع نديرو هاد الخط كامل ها هو ما نمسوش ما نجوش حداه. هاد الخط كامل هذا ما غناخذوش عليه العبار، هذا غنخليه للسلسله. شفتوا؟ اذا من هنا لهنا غادي ناخذ القياسات. اشنو عندي؟ عندي سميتو ليبول اي الكتف عندها 22 سنتيمتر بديك السنتيمتر ديال الخياطه. هي 22 هو هذا ها هو. غادي ندير سميتو هنا غناخذ 7 سنتيمتر هنا هكذا 7 سنتيمتر ديال دوره العنق، لان عندي هاد هنايا وغادي ننزل بهاد 7 غنزل هنا مثلا 8 سنتيمتر فقط، ولا نقدروا كاين اللي كينزل حتى ل 11 انا ندير غير 8 سنتيمتر فقط باش ما يجيهاش الجلابه محلوله من الامام هكذا وكتطلعوا هكذا وكتنزلوا من هنا كتنزلوا 3 سنتيمتر لان الامام هذا 3 سنتيمتر كتنزلوا من هنا الكتف. وكندير هاد نلاقي هاد ديال العنق مع الكتف هنا. هي هادي هادشي راه دايره معكم ولكن غير بغيت ندير معكم على حساب السلسله. اذا هنا غادي ننزل من هنا من الكتف غادي ننزل ولكن خصني نطلع واحد جوج سنتيمتر على هاد القياسات لان الامام ماشي هو الخلف. 12 واحد جوج سنتيمتر غنطلع وغنعبر مثلا هنا لان هي السيده كبيره ما خصكمش السيده كبيره ديروا ليها هكا لي مونشور اي التركيز ديروا ليه صغير الصغير راه كيدير غير الفتاه شويه اللي صغيره. اما الانسان اللي كانت كبيره او لا كانوا عندها لي سان اي هكذا كيفاش نقول لهم المهم هادو تديين كيكونوا كبار راه خصكم ما ديروش داكشي قصير قليل التركيز خصكم ديروا التركيز 30 مثلا سنتيمتر. اذا انا غناخذ هنا 30 سنتيمتر ديال التركيز هنا ولو انها ضعيفه خاص المهم يكون تيس عليها هنايا التركيز. ها هي هنا 30 سنتيمتر وغنشوف شحال عندها في البواترين اي في ولو انها ضعيفه غندير لها 30 فقط ما تخليش ليها بزاف غندير 30 هنا هاي فقط 30 بالخياطه وبكلشي. هي هذه 30 هنا. اذا غادي نقسم هاد لي مونشور اي التركيز هو هذا اللي كيمشي من الكتف حتى للابط هو هذا نقسمه على جوج اي عندي 24 هنا بقات نقسمها على جوج هي 12 وهاد 12 تقدروا تدخلوا بواحد او لا جوج هنايا هنا باش كتجي تقويره زوينه. هي هادي انا عندي هذا هو 30 هنا انا غنشوف 30 هي هادي كتقدروا ديروها بهذاك سميتو واحد المسطره كدير اولا كتقدروا ديروها هنا هكذا كديروا هكذا تجو هكذا ديروا وتدوروا هنا. كاين اللي كياخذ من هنا هاد الزاويه كياخذ 3 سنتيمتر هنا مثلا وكيدور عليها هكذا هي هادي هانتوما كيف كتشوفوا هكذا وكتمشوا تاخذوا من هاد النقطه هنا النصف تاخذوا واحد اولا اثنين هنا وكتمشيو هكذا هو هذا التركيز. هنا غنزلو ثاني نمشيو ل هاد الحزام هنا تقدروا ديروا 40 سنتيمتر حتى الحزام هو هذا وهنا كيف درنا 30 هنا نقدر ندير 30 اولا ننقص ليها 1 سنتيمتر او 2 سنتيمتر ولكن بما انها امراه كبيره ما غنقصوش ليها حنا بزاف خلاها تقريبا هي نفسها لان المراه سميتو خصها تكون شويه تراعي السن ديالها. كاين دابا اللي ما غايعجبوش الحال على هاد الكلام اللي كنقول انا تراعي السن ديالها مازال الدريات صغار واخا داروا داكشي لاصق شويه ماشي بزاف. المهم هنا غنشوفوا فاش غنشوف الحوض ما نشوفش الحوض من هنا من هاد الحزام نقدر ننزل حتى الاسفل وصافي ماشي مشكل. هنا غناخذ واحد المسطره وغنزل حتى الاسفل
هكذا تجي ايفازي هنا من هذه النقطة تجي تد. ولكن في حال إذا كانت السيدة عندها الورك عريض لابد ما تاخذوا لها قياسات. مثلا أنا الوالدة عندي ضعيفة ماشي مشكل، من هنا من هذا الحزام كننزلوا إما 16 حتى 20 مثلا، نزل 16 حتى 20 هكذا ودير قياس ديال الورك مثلا من هنا من هذا سميتو، لأن قلت لكم 3 سنتيمتر هنا، ما تحسبوش من هنا، ما تحسبوش من هنايا، حسبوا من هنا من 3 سنتيمتر ابتداء من 3 وكديروا شحال عند السيدة. لما كديروا شحال ديال السيدة كتلاقوا هاد النقاط، هاد النقاط كتلاقوهم وكتنزلوا. المهم أنا عندي الوالدة راها رقيقة ماشي مشكل، غناخد لها من هاد النقطة حتى ديك 40 سنتيمتر اللي درت في الأسفل هنا هنا هكذا، وغادي ننزل هكذا هنا. غادي نوريكم كيف سميتو شحال، ها نتوما هنا مثلا هنا نتوما هادي استسمح لان نتوما هنا هو هذا الاسفل شحال قلت لكم انا سبق وقلت لكم 3 سنتيمتر هي هادي جات هنا هي هادي، ما غناخذش القياسات من هاد 3 سنتيمتر ولكن غناخذ لكم من هنا من هنا هو الصفر هنا ها هي 39 سنتيمتر 39 سنتيمتر تقدر حتى 40 سنتيمتر لان غنقطع حتى 40 بالمقص غنقطع 40 سنتيمتر، ولكن في هاد الجهه هنا ما كنخلوش هكذا لابد ما كنطلعوا اما ب 3 سنتيمتر او 4 سنتيمتر باش الجلابه ما تجيش هادو في الجناب ديال الجلابه كيتموا نازلين، كاين الجلابه ديالها كتجي هاكا مقاده من اللور ومن الامام ولكن سميتو في الجوانب ديال السيده كيبان لك هكذا الجلابه نازله لان هنا ما نقصتش اولا الخياط ما نقصش 3 سنتيمتر 4، اذا هنا غنقص 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر غنجي هنا النصف ديال هذه النصف قلنا مثلا 40 ولا سميتو غنجي حتى النصف هنا 20 وغندير بحال واحد لاخك هكذا واحد القوس هكذا 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 غيمشي هكذا ومن هنا غادي نقطع انايا من هنا غنقطع ونقطع حتى لهنا ولكن ما نقطعش هنا غنكمل هنا لان هذه ديال السلسله ما تقطعوهاش من هنا هكذا تمو غادي تنساو تقطعوا هذه البلاصه لا هنا غتقطعوا حتى لهنا لان هذه السلسله راه سميتو الثوب اللي غتلصق فيه السلسله راه لاصق على الجلابه. المهم هنا هو هذا هذا هو الامام غادي نمشيو للخلف الخلف نفس الطريقه انا عندي هنا خلف غادي نسطر هنا ودائما كنقول لكم ان الخلف كيفوت الامام ب 2 سنتيمتر ها نتوما ها الخلف هو هذا وهذا ولكن انا غنضيف واحد 2 سنتيمتر هنا لان هذا الامام كامل ولكن الخلف راه كيكون 2 سنتيمتر فايتو هنايا 2 سنتيمتر هو هذا شفتو 2 سنتيمتر هنا دائما الامام ماشي هو الخلف في الطول هو هذا اذا هنا عندنا دائما كتكون 7 سنتيمتر في هنا 7 سنتيمتر وهذا 7 سنتيمتر وكندير واحد هكذا واحد القوس هكذا اذا 7 سنتيمتر هي هذه وهنا دائما الخلف كيكون مسدود شحال خدينا في من هنا لهنا ديال الكتف قلنا 22 لان خديت حتى ديال 1 سنتيمتر خديتو ديال الخياطه اذا غندير 22 سنتيمتر من هنا لهنا 22 سنتيمتر غادي ننزل هاد هاد سميتو هاد النقطة غنزلها حتى للكتف هنا غير بهادي ماشي غندير المسطرة كاع ندير هكذا شحال قلنا نزلنا من هنا لهنا التركيز اي لي مونشور نزلنا ب 30 سنتيمتر لأن السيدة كبيرة درنا 30 سنتيمتر هنا شفتوها
30 سنتيمتر. شحال درت ليها في الصدر؟ الصدر هاني غنشوف شحال درت ليها الصدر. انا درت لها 30 سنتيمتر. اذا الصدر درت ليها 30 سنتيمتر. اذا هو هذا. غناخذ القياس من هنا وغنمشي ها من الصفر من هنا وغنمشي هنا. هي 30 سنتيمتر. هي هذه هي غتجي هنا 30 سنتيمتر. شفتوها؟ هاي 30 سنتيمتر. وبالنسبه لهنا الخلف النصف نقدر من عندي 27 هنا هي 13.5. 13.5 النقطه جات هي هنا. ما غندخلش هنا لان كاين اللي كيدخل 1 سنتيمتر ماشي بحال الامام 2 سنتيمتر. انا ما غندخلش باش هي تبقى باش تبقى مزيان. الا بغات دير هكذا الا بغات دير هكذا هكذا راه ماشي مشكل لان حنا كنديروا يدينا الامام الامام باش هذا ما يتكرش علينا. هذا امام ما يتكرش الخلف ما يتكرش بزاف. اذا غنخليها هكذا وغادي ندير هنا مثلا 3 سنتيمتر او ناخذ لا غيب اللي قلت لكم هاني غنجبدها لكم دابا هي هذه هي هذه. شفتوها؟ هي هذه اللي كديروا التركيز. كديروا هكذا هنا كديروا هكذا هكذا. كاين النقطه ديال هنا ديال الصدر وهنا النقطه ديال الكافور اللي في النص بالنسبه ديال لي مونشور اي ديال التركيز. وهنا النقطه ديال الكتف وكتدوروا اولا بلا ما كنتوش تعرفوا تاخذوا من هنا لهنا 3 سنتيمتر وكتمشوا هكذا ها نتوما هكذا كتمشوا هكذا حتى الفوق. شفتوها؟ هكذا حتى الفوق. ولا مشينا تدرنا هكذا راه غنلقاوها هي هذيك هانتوما غنلقاوها هي هذيك. شفتوها؟ هي هذيك ياك درتها باليد ديالي جات هي هذيك. وهنا غناخد نفس القياسات اللي درت الامام نفسهم. قلنا هنا بان غنزل 40 سنتيمتر من الفوق من الكتف حتى لهنا 40 سنتيمتر. وخليت 30 نيت سنتيمتر هنا بالنسبه ل سميتو الحزام 30 سنتيمتر خليتها هي نفسها. وغنطلع هكذا نفسها غنطلع هكذا وغنزل مباشره غندير 40 سنتيمتر كيف درت هنا 40 سنتيمتر. هنا غندير 40 سنتيمتر للاسفل ديال الجلابه ديال الخلف. غناخد لا غيغل اي المسطره وغنجي من هنا من هنا هكذا وغنمشي حتى الاسفل ديال الجلابه وغندير هكذا هكذا حتى الاسفل هكذا. هي هادي خارجه في داخله هانتوما كيف كتشوفوا هنا الجلال اي الاسفل ديال الجلابه جا سميتو حدا الفوق ديال الخلف ديال الجلابه. هادي هي خارجه في داخله او داخله في خارجه. المهم هنا غادي نوريكم الجلال في الاسفل ديال الخلف غندير ليه نفس الطريقه اللي درت هنا غنقص 3 سنتيمتر. لاحظوا هنا هنا هو الامام هو هذا وهذا الخلف. غادي ناخذ النصف ديال الجلال اي الاسفل ديال الجلابه هو هذا النصف ها نو غناخذو شحال هنا النصف هو هذا. وغادي نحسب هنا 3 سنتيمتر كيف درنا سابقا وغندير هكذا غندير هكذا هكذا غندير. وممكن هاد الشكل ديروه بهاد سميتها هادي ممكن ديروه هكذا. شفتو؟ ممكن ديروه هكذا نيت ممكن ديروه هكذا نيت وتمشي. شفتو؟ اما ديروه باليد اولا ديروه بهادي كذلك. اذا هنا ما بقى ليا غير نراجع الحسابات باش ما نديرش خطا عاد غادي نقطع. وهنا واحد الحاجه قبل ما تقطعوا انا غنقول لكم واحد الحاجه. هنا بالنسبه للامام غادي ندير هكذا هذيك 3 سنتيمتر ندير لها هكذا شفتوها. وغادي بلاتي 3 سنتيمتر
ديرها هكذا باش ندير التقويره كذلك حتى في السنسله. ها نتوما هكذا ندير هكذا ياك. من هنا ما مشدهاش مزيان نتوما هكذا. وغادي نعبر ديك 8 سنتيمتر اللي قلت لكم قبل هي هذه، وغندير هكذا شفتوها باش التقطيعه تجي مزيانه هكذا. وغادي نقطع صافي. انا درت القياسات لقيتهم هما هادوك، وغادي نقطع هكذا بسم الله هكذا شفتوها. هذه غتجي هكذا دايره شفتوها. هذاك الشيء علاش درنا حنا هذيك القضيه ديال ان شفتوها دائريه. وغنكمل تقطع هكذا، ودائما كتخلو واحد سنتيمتر هنا على حساب السرفاله اي السورجي. هنا كيف كتشوفوا خليت سنتيم واحد بالنسبه للسورجي اي السرفاله باش الخيوط هاد الخيوط ديال الثوب ما يتسربوش اي ما يديروش او يتم الخيط يتحل من هنايا هكذا. وكنكمل هكذا ندير هكذا استسمح على اني ما كيبان لكمش هنا، ولكن هو هذا. وكذلك غندير نفس الطريقه بالنسبه للخلف. هنا ما بقى لي غير الكمام والقب. هنا دائما لما كنبغوا نديروا القب عندنا هنا ثوب على اثنان خاصو يكون على اربعه هكذا دائما هكذا على اربعه هكذا. ونجر هنا واحد شويه عندي هنا. المهم دائما شوفوا هنا واش كاين على اربعه هنايا، لان راه بعض المرات كيتخسر الثوب هنايا. هنا ما بانليش ان الثوب بحال بحال حليته هكذا. وغادي نعاود ثاني نصوب الثوب. هانتوما كيف كتشوفوا وهاني نيتو هكذا. عاد غنبدا نفصل في الكم. هانتوما ها هما جوج وجوج في الاسفل هي اربعه. غناخذ القياسات ديال الكم. هنا عندي شي 56 سنتيمتر. غنديرو في الجهتين هكذا كتاخذوا ديروا 56 56 باش ديروا بحال مستطيل هكذا. عاد ممكن تفصلوا هانتوما كيف كتشوفوا. هنا هاد الجهه اللي كتبان غندير فيها تركيز، والجهه الاخرى غيكون فيها فم الكم اي حدا في اليد في الاسفل. هنا غندير هكذا كناخذ نفس القياس ديال التركيز. هنا كنقص التركيز ب 2 سنتيمتر. الا كان عندي التركيز 30 كناخذ في هذا السطر 28. عاد غادي نقلب على 30 هنا، اما قلبوا عليها على هذا الشكل اولا غتمشوا في داك الخط الاسفل النقطه السفلى بحال هنا وتشوفوا 12 اولا 11 سنتيمتر. هنا غادي نقسموا هنايا هاد 30 على 4 هكذا، وهنا غنقسموا على 2 حتى هو. اذا كيولوا عندي هنا واحد هاد النقطه تاع الوسط كاين ثلاث نقاط الوسط. في الاول كننزل بواحد او جوج، وهنا في الاعلى كنطلع باثنان، والنقطه الوسطانيه كندخل فيها هكذا هكذا وكنجمع هاد النقاط. والان غنمشي ندير فم الكم. هو هذا انا كيف قلت لكم غنديرو عريض شويه. غناخذ شي 21 او 22 سنتيمتر هذا النصف ديال فم الكم، اما الدوره ديال فم الكم 44. صوبتها في الجهه الاخرى غير ما بينت لكمش. من بعد غنبين لكم الرسم، ثم غادي نلاقي هذيك النقطه ديال فم الكم مع هذه ديال التركيز في الاسفل. ها انتم ها هي شفتوا هذيك النقطه. اذا هنا 22 سنتيمتر فم الكم، 21 2 شونس لان على حساب الخياطه. وغادي نلاقي النقطتين معا.
هادشي كامل غير باش الكم يجي. كنديرو بهاد المسطره هكذا اولا كنديرو باليد فقط. المهم اللي ما كيعرفش كيدير هاد المسطره ويلاقي هادوك النقيطات، ولا كيدير باليد ديالو فقط هكذا. هذا هو الكم، ولكن غنزل واحد 3 سنتيمتر، هانتوما كيف غتشوفوا 3 سنتيمتر غنزلهم هنا من هذيك النقطه باش كيجي الكم ما يجيش في الابط هنايا. كاين الزياده هنايا كيجي قد قد صافي. وهنا قبل ما نقصص هاد الكم لابد ما كنشوف التركيز ديال الخلف ديال الجلابه مع هاد التركيز اللي ديال الكم. هانتوما بقى معايا غتشوفوا كيفاش غن ها هي هذا هو الوراء اي الخلف ديال الجلابه. غادي نحطو وغنشوف واش قد قد. هانتوما تشوفوا معايا هانتوما النقطه على النقطه الاخرى. اذا صافي، ولو ان هذاك لي زيبول اي الكتف غادي يتخيط صافي. هنا ما بقى غير نقصص بالمقص هاد، ودائما كيف كنقول لكم دائما خلو واحد سنتيمتر للسرفله اي السورجي هكذا. وغادي نقصص ونتلاقى معكم في فصاله القب هي اللي بقات. ودائما كيف كنقول لابد ما تعاودوا تشوفوا القياسات، لان لما كتمقصوا شي حاجه ما يمكنش ترجعوا توب كيف كان. كيف كيقولوا الناس زمان اللهم 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بمقص. اذا غنقصص هكذا. هانتوما كيف كتشوفوا راه خليت واحد سنتيمتر، وهذا صافي. هذا هو الكم. وهنا بقى لي غير القب. غندير هاد التوب على اثنان. هانتوما كيف كتشوفوا التوب غتاخذوه على اثنان هكذا، ولا بد ما يكون هذا مسدود، هاد الجهه مسدوده هادي. كيف قلت لكم هاد الجهه خاصها تكون مسدوده هاد الجهه. هنا وغادي ندير ناخذ العبار هنا. هادي خاص جهه ناخذو هادي اللي كتكون محلوله كدوز على الوجه. الى سديتو القب وكتولي على الوجه ديالكم جانب الوجه ديالكم، هذه خصها تكون 3 سنتيمتر هكذا. غادي ناخذ هنا نخلي 3 سنتيمتر كيف خليت ديال السلسله. اذا هي هذه 3 سنتيمتر، هي هذه ناخذوها من هنا، هي هذه. وغادي نتنيها، هي هذه غنخلي 3 سنتيمتر، غادي نتنها هكذا باش ما نحسبش بيها. ناخد حتى هنايا باش ما يدورش هاد التوب هكدا. غنحسب هنا 40 سنتيمتر، هاد الجهة مفتوحة 40 سنتيمتر، هي هادي هنا 40 سنتيمتر. والسقف ديال القب غيكون هي 30 سنتيمتر، ها هو غنزل هنا بشي 9 ولا 10. هنا ناخد هنا مثلا 24 سنتيمتر هنا. والقب راكم عارفين كيف كنديروا ليه، عندي في كندير من هاد النقطة اللي درت هنا 40 سنتيمتر، وهادي هنا نقسم من النص، عندي هنا سميتو 13 هي 6.5، ونقسم كذلك هنايا 6.5 هنا. وغندوز على هاد النقط هكذا، هاد النقط هنا نقط سنتيم واحد، وهنا سنتيم واحد، لأن دابا باش يثبت هنايا أصلا ندير هكذا باش ندوز على هنا باش منبقاش ندوز على هادي وهكذا. كتولي عندكم هنا، وهنا غادي نجمع هاد النقطة مع هاد النقطة هنا،
تولي هكذا. القبة راه فايت مفصلة معاكم، هاد مثلا هاد الجهة هنا. نعاود لكم الشرح باش نشد هنا، هادي من هنا لهنا 40 سنتيمتر، نزلت هنا 9 سنتيمتر، من هاد هنا 9 سنتيمتر درت 24 او 23، المهم هنا تبقى لكم 25 سنتيمتر، لما ديروا المترو هاد المترو تبقى لكم 25 سنتيمتر هنا. المهم خديت هاد النقطة هنا، من هاد النقطة طلعت 1 سنتيمتر، جيت في هاد النقطة قد قد، وهنا النقطة الثالثة نزلت بواحد سنتيمتر وجمعت هادشي. دابا هنا غنخلي هذا هكذا هكذا باش نقطع، هكذا هكذا باش تقطعو وتمشيو هكذا هكذا هكذا، وغنكمل القطع ديال هاد القب هكذا. المهم القب راه كيكون على اثنان، هو هذا القب، وغنحل هكذا. المهم بقات هنا ها الخياطة، ان شاء الله نقدر نتلاقى معكم في خياطة اذا كان عندي الوقت وصورت. دمتم في رعاية الله، والى ملتقى ان شاء الله في فيديو قادم، مع السلامة. غنوريكم دابا طروفة او ربعة ديال الجلابة. المهم القب جا هو هذا، كيف شفتوه هو هذا القب، ها هو هذا هو الشكل ديالو، وهذوك نيوهم. وراه غنسورجي انا اول حاجه لابد ما دار السرفاله، لان ها نتوما كيف كتشوفوا الا ما درتوش السرفاله هاد الخيوط كاملين غيحيدوا. ها انتو شفتوا شفتوا الخيوط، ها هاد الخيوط كاملين غيحيدوا، اذا كدار السرفاله. غنجمع انا هاد الشيء هكذا، وهادو هما الكمام اللي درت معاكم، ها نتوما شفتوا الكمام هما هادو، نجمعهم حتى هما. وهادو هما الربوعه، الربوعه هما هادو اللي كيكون الامام والخلف، هما هادو. وكتعرفوا راه كاين واحد لا ماشين اي ماكينه اله كدير السرفاله لهاد الجناب هكذا، ونجمعهم. المهم خصكم تجمعوهم، لا بدا ما تجمعوهم باش ما يتوضرش لكم الطروفه هكذا، وكتجمعوهم بواحد الطرف ديال هاد نفس الثوب صافي، وهما هادو. شكرا شكرا، ونتمنى ان الناس اللي كتبغي تفصل المبتدئات يكونوا فهموا الدرس. المهم اللي ما فهمتش شي حاجه تقولها ليا في التعليق. دمتم في رعايه الله، والى ملتقى ان شاء الله فيديو قادم، مع السلامه، وشكرا للجميع، ويومكم سعيد.